الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. سومالان هنولات، سومالان هنولات، كبر كسرى هنولات، مجال ملح العاصمة عينا بنا هنولات، لما دت كهير سرار هي عينا بنا هنولات. إن كنتي أدارنا يوفتيجن ملحوين وصدري سيانو مالين تن تاريخي جاه قيمة هدل كين نقول إن كلا قيمة هذا إنه إن أوكا كوبن لما وزير كحجاني يعني جو وزير كوزارة دوشيا إن وحنو إدين كسبنا هم بليو يسران كل يلا با أوكا تمد ملحوين إن قارجا الجماعي نوين مجاهد أحمد محمد محمود سيرين ولا ريال من بعد تاجنتين ولا صدق خذوا بعض وحكاوا من دونه نقول واحد ويا أحمد داعي نور داعي مالين تقرين بدنا اكثر تكون يسوار بقول يكون يسوار شنقي الله يجمع واقعي ما يلا بروحه عاصمة دولة كتبدر مركي أنا ديب رسول نقول أي قرية دني كون يسوار بقول يلحن كي أي نو سومالي تعال يكال تعال مارة تقيرة خدسم أي نو لا 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 لوني مالك أي نو قرنين ديب رسول نقول أي وقت مالك أي تعال وحوي مالك أي سيدي دي تبين كمين وحوي مالك أي عالم كان دوشي أنا صورا دين دين لقوم هلي يدي بستي هو يأتي لحن كي أحد كيف فرضنا أقولي أكيني بليرتي هواكي وحقاتي وإيالكي أيها حرية زمانة أنه أصلي أنه قد كون بري أو شهيدي وحين دورنا هيل ككلية أي نكون حسينا ضد كان ضد كي مارت لو شهيدي يدينا يملح بنان دينا يدور ولا بنو ضد حرة وأنا عيد قم يسكرين ضد كاروسو شيء هيل ككلية أي نسكر إنه وحوي إنه هو إلى علينا وحوي بالكل أوه ملح بنان دينا جذري سمايلا إنه هو إلى علينا وحوي بالكل أوه ضد كي إنه ملح بنان أوه إنه مدنيسة wada jirkiisa iyo horumarkiisa ka shaqeyno ayaynu ugu heleynaa dadkii u shahiiday ee Soomaaliland darteed u dhintay inaan wadan xor ah oo calankii sare oo aan cid gumaysan oo isagu xukuma oo istoorta inaan noqono heelka kaliya nusiyana waa inaan qaarada Israa'iilka ee qolka labaad waxa weey waxa ka hadli doona waa heshiiska dakada barbara oo sideed qoloba dekedda berbera balaarintee iyo horumarintee waa qodob kamid ah qodobka maxaweeyaan heshiisada aynu la galay dawladda caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siray intuu wadanka qabtay hoggaanka majaraha u qabtay wadooti waxa isbedelay ninna loo sheegi maayo qofna kama qarsoona waxa weyn in hagaa loo sheegi maayo kama qarsoona nacasna loo sheegi maayo haday tahay darajada ciidamada kala duwan wadootihiin وحبرشلا فريقا ودوينكا تي اري قالوا الا ما هو تعالى هرمركا ودكا كسو عليه اسكو شيء ما نو لاغا جيكاي مايو حكومه دي هرمركا يا اسكاشيغا وملا سومال لا باخي درجتين كلا دوينا لا بركسا مشاركه اللي كوني ودتي مالتا كوريدا احمد سيراي ما لحد كان يحيى دوله خاتريسا ماها ودوله كفانيسا كامبيك كوكليسا كوفي غريسا وحي مدي دو قبطي قرب كوهو ريو قولو كنايا وحي اجلسا مسارفين وحي اوها يو الدني وغو تشرتو اي شعب كيغن امعو عشق الله وغو سمينا يو اي لغو هارو مرنا يو اي اي ايسا اتكلم مسارف لي بما يلعب ايسو ان وحا كوتي ايش يسير على صوت لي ان لينو سمينا يو كلون كينا لغو مريو سوقي العالم كان اللي جاي سوق هو هنا إماراتك قف كستور شقي سكر يا رب بدي إنه وكلو إنه وكلو كان لك دو فيه دكت عالم يا مرسى بيو وأقول الوشيس كاملة وأقول الوشيس كاملة سوق قليم إذا حوله وقالك كسوة دوغي وأكملة طبرتوا إنه مقاري ونبتي إنكو الرحلة إيه إنكا إنو كبا لأنه ومال اللي جاي أو لأنه هرو مريو أو إنو كورتات شمال هلو الشيسير اللي سوق قليم إذا كمتاي waxaa kale oo ka mid ah in la horumariyo beeraha wadankeena oo beeraha la horumariyo si dalkeenu wax soo saarkiisa uu dhoofin karo oo suuqyada caalamka loo geeyo waxaa ka mid ah qodobka ugu muhiimsan oo ah horumarinta beeraha waxaa kale oo kale heshiiska waxaa ka mid ah
jidka weyn ee u dhaxayn doona berbera corridor la yiraahdo ilaa wajale waayo waxa ugu weyn inuu ka yimid Ethiopia waa alaabta ka soo degtay dekedda berbera marka si loo helo meel transit ka baaqurta waa weyn ay maraan boqolkiiba 30 bay bixinayaan jidka weyn ee berbera corridor la yiraahdo ee berbera ilaa wajale waxa ka weyn kontan dekedda ballaarinteeda taqalabka maareeyta heshiiska oo laga soo qaato waa ballaarinta dekedda berbera face ka hore 400 mitir baa ballaarinaya face ka dambe 400 mitir lagu daraya dekeddeeni hore 500 mitir aad waa la horumarinaya container terminal baa la sameynaya ballaaran free zone ka berbera wuxuu noqonayaa Jabal Calida Dubai oo kale wax kasto oo u baahato iyo wax kasto Afrika u baahataba dekedda berbera laga helaya oo wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii uu noo dhameeyo waxaa kale oo kamida xaamaha shidaalka berbera oo laga dhigayo kaydka Afrika waxaan waa qodobadii heshiiska ku qornaa wax la iska leeyahay maaha kuwa imika inuu yaala waa xaama yaryar oo booyada laakiin waxaa la diyaarinayaa xaamaha kaydka shidaalka Afrika iyo Soomaaliland intaba heshiiskaasi runtii waa heshiis taariikhi ah maxaad u maraynaysaa markaa ninka ka soo horjeestay waa qof sidaa wasiir been sheegay aad runtiisu meel kale joogto cadowgeenna ka soo horjeeda cadowgeenna aynu ognahay ku qarsoon iyo ku dibadda joogaba heshiiska taariikhiga micnihiisa garanaya inagana maatideenna iyo kacuneena ugu dhex dhumaraya la soo adeegsanaya markaas soo horaya heshiiska muxuu ahaa heshiisidaasi waa khalad waxaynu isku ognahay maanta in sixu wuxuu sheeg sixir ka daran xukuumadda la doortay inay dalka hogaamiso iska dhaaf maanta innamadan hortiina jooga horteeda taagan madaxweynuhu wuxuu u heeliyey soddonka sano ee soo socda kuwa dhalan doona ayuu maanta u yiriyey madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan kaga baxayaa hadalkayii caynabo ama gobolka siraar oo gobol taariikhiga ku caana halgankii jamhuuriyadda soomaaliland ay soo gashay ku caana halganka soomaaliland ugu jirta horumarinta dalka ku caana muxuu ahaa taageerada xisbul xaakima kulmiye soo saar ma yidhaahdo waxaan odhan jirnay markii aanu halkan muxuu ahaa ku jirnay doorashadii muxuu ahaa xisbiga kulmiye ee la doorayay madaxweyne Siraayo markaanu galbeedka tagna waxaan odhan jirnay magaalada Gobole iyo cilifyada ka xiga waa kulmiye kulmiyena waa Gobole Gobolena waa kulmiye maanta waxaan leenahay kulmiye waa caynaba caynabana waa kulmiye walaalayaal waad muujiseen reer caynabo markaan insha allahu noqono aniga iyo waftigayla socdaaba waxaan ugu gudbin doonaa madaxweynaha insha allahu tacaala waanu arki doonaa waanu kala kulmi doonaa sidaad yeesheen wanaagsan ee ugu rumin laysaan dalka iyo qaranka iyo dowladda iyo xisbiga waan uga warrami doonaa baahiyaadka jirana bara saabka iyo maamulka dowladda aanu ka wareysan doonaa fahiin culus oo wax ku walaanu qaadi doonaa shacabka reer caynabo ha noolaadaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر رنتي قبل كسرار أيام مدحوينه نوصو وكيشين أن أمتلو سلام ديرن وكل يلعب كسو قضي oo ah hambalyada 18 May maalinta goonishitaaga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan idin ka sii daa madaxweynaha qaranka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaay ee naga gudooma inta kadib dhammaantiin dadweynaha gobolka Saraar aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha leh ee aad u xusteen muxuu ahaa maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo barasaabka gobolka gudoomiyaasha degmooyinka xubnaha golaha deegaanka haween weynaha mujaahidiinta halka soo fadhiya dhalinyarada iyo ardayda cid kasta dhammaantiin reer saraayada waan idin salaamaynaa waftigayaga wasiirada ah intaa kadib horta meeshan gobolkani waa markii koowaad ee aan xaflad noocan oo kale u nibaadno waa gobol cagaaran oo qurux badan oo taariikh fac weyn leh degmada tanmadaamagu aynu hadda joognaana waxa weeye waa degmo taariikhi ah inkastoo loogu dhawaaqin haddana xilka ugu culus xalay waxaan islahaa maxaa ugu culus ee aad madaxweynihii ku celin doontaan marka aad tagtaan gobolka Saraar farrinta ugu culus aan idinka qaadayna
وأنا أريد إن شاء الله إلهي كرتشين إن أنا نسيت أخسر جولي سنة أنا قلت كده ما حوي إن أنا ماذا حوينها أشجعنا إن نوصل ديجو دقمنا هذا نجو وأنا مرة ما أتوقع إنه وأد وزير عليه دقمه كلام إن ما كان سومر دون تهدي له هذا إن تاسي وتا هذا بكله حوي شكرا في أمرك هذا يبتو إن وعمل هذه أثرمتي أقرح بدون ويقول كان لماذا يقول لك هؤلاء فرقان بان ماركتي انتي بانه يسمك بدينا نبابه وهذا غاركيك سورغالا نقومبا وهل كان شالله نهدي وصنغا ما انت تاريخي يا لجاشكي يا دين مي كنتي يا لجاشكي تاريخ لدى سيدي كتمت وهاي كبالاتي يوهاي كتبين تبع هل كان اي نوضك من اي كوكب سنين وكبلا وكالا مركيلس كسر دافي معنيه داد لسكر العيو ماتي تدا محمد قربسن تدا قولنيه هنا تد محوها النوعي فرابدا مركي صودة افتي وحي قادين هو يقول لله في قايو معنيه حالك ها مركي مريسو ايو نكيو سيدها انا سيدها مدحوينها مانت حلق هاي يا احمد محمد محمود سيلاين كي اقولنيه هنها كي عيدا ماذا كتري كي كورنيل كاها معنيه ايالا دقاقي وقيت كالله فولي يقول عدوبة هل كانت تشوفينا خبك وخبك يا الله يا نوبين انتو الليقا ايين والله اكبر كسو قل الله اكبر تبين ودها كوغب صنع معنيه النفسي هيل الهي بينوه ومعويان هيل كالهي ايين كوه اللي ودها كان يددال مركا ومشكع لني عدو بينا قبصدي اسكود دي ايين وماركت روحا يوح لما دو كفو الحنكوكو سيدا حيواني ماذا ينو ربك ماي ومشكع لني وأنا نسكره إني ما أنت نما يكون هذا هؤلاء صاروا يسمعون ترى دلكني دين تاني ما تحبونه ما أنت واحد نوتة شرنا دلكني حرة سمال لنا حرة وما لحبنان وأنا عبنا مرتين واحد ما ركت ده شيء سكليسو هذي تشرنيسو هذي هرم مركز قينسو وأنا أدويه وحنا كتر سنين وحنا نلنا هاي رمتي عدو كستا النوعية كله دولة أما ها هذا كم نقطة أو تفيه بس ويستعجى أما ها نقطة كل ما عرقت يا أما لها وروريا أما ها نقطة كل ما قدر دومنا ينتبه واحد نلنا هاي كقوس قالوا هدي عن قفارة إن أنت هرسالي ما أنت دليرت هاي وسيلة سياسيلة كل شرعي بنتي كذا شرف بمرنت والله دومنا يا ولا دفاعية وحوي قدم قوته كقص على لنا هدي أي تناده أو وضعك على كشوة دولة هتشي ودونه هلا هذا وين دفاعنا إحنا الكواردي نا قرقة القادنية شلايبا كواي نجا قالسن نجا قوم بدن نجا قوم يانسن أي وضعك كان وين وجريه ده معنيه رح نقصه قبل قبلنا يا and حرمة كمان تودم كت لابس ذي شرف يا كرامه وحقوق السومالان إنه سيلاي مذحكي هاي ووقت دير وصوق على هالجد مركو وده هو جولي سنة خور مركو مدة دايرة كومة سنة ولا ركسة لما نترين كاي ويا الحج على لو قبي يوده فوقه معناه هي وصوين هالجد كدير وصوق عليه هم اللي يسيبوا رميني ما أنت أنا ترتن كل بعد يسوي واحد سنة أي الواحد ويان أربعين دي هالجن كيلا سوق الشيء مدة الدار إلى سوق الجمس أي ما أنت نقولي ترى يا هلا دورتم أو شيء سلبي وبيني يا ملك استوىك حين يا بيل باي سرعة يا وح شرف سمع الله من كد عيو يا ديو أنت ذاك لا أنا نلوا ذاك مركا هي ودم جوا حلا هاي وقت دو إن شاء الله ودم ما نقطع تاند ما يسترن نحوها وحي نو بلنا أو نو مارك الشرفة إنه مرة بعد كعما يسقف سنو حسب يينا دسنو een kursiga aynu maanta ku fadhino doorashooyinka soo socda ee fooda inagu soo haya xisbiga kulmiye guule taariikhiya oo tii hore tulmida iskoorkii siilay muxuu ahaa ku hoggaaminaya doorashooyinka inaynu ku dhaweyno ayaynu insha Allah ballanino marka waxaan leeyahay een gobolka saraarna warshadaha laga hirgelinayo ee adduunyada maal gashanaysan soo ima doona insha Allah ta'ala wax laala wax maanta inaga maqan ma jiro mar hadayno dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteenni waa u madax bannaanahay wax inaga maqan ma jiraan ilaahay uma maadna qofkii